نبدا بالليمف نود. ينفع عندك ديب بريس كابيلر ليمف نود ماشي اللي ورا الناحيه الثانيه انت ادي فيمنر ليمف نود تفحصهم الاثنين مع بعض كده عندنا هو ماشي من هنا تسمع عرفت ازاي اسمه انتستين بص يا جماعه ولا انتستين عموماته ماشي لان اللارج انتستين بتبقى جايه كده فبتقول انتست فبتقول انتست ماشي الانتستين من هنا ماشي عندك الابو ميزم بتيجي تعد الريب ال 13 الريب ال 12 الريب ال 11 ماشي وتنزل مع الريب ال 11 كده تعمل ايدك كده ده الابو ميزم ماشي هنا هو الريتيكولم الريتيكولم هنا الفحص الريتيكولم بركاشن بقى بين بركاشن بالايد كده ده ماشي عندك بعد كده عندك هنا بتفحص الرايت كيدني بالبمبر كاتر ماشي بعد كده عندك هنا بعد كده بتفحص ايه عندك الجراسبي لا الحيوان نزل تحت برضه تحت الكيسه بعد كده عندك الاريا اوف بركشن اند بركشن الاريا اوف بركشن اند بركشن تبقى عندك هنا السكند انتر كوستر سبيس بلس السكند انتر كوستر سبيس ماشي لغايه الانجل اسمها ايه؟ سباينس بروسيس لغايه السباينس بروسيس بتاعت الكابيلا هنا اهي اول لما اجي اقرا في ايدي ولغايه الاسباينس الريكفانوم بروسيس يبقى كده لا الكابيلا دي لما الضوء بيجي هنا يعني برونكيال ساوند اسمها ايه بقى اسمعوا هنا الانفلر ساوند الاطراف الاطراف انفلر ساوند هنا الكاردياك بانس دي الاريا كارديك بالمس بس بتسمعها من ناحيه ايه في حاجه ليها علاقه الشمال في حاجه ليها علاقه ماشي في لما تحب اللورال بالبيشن بتيجي ما بين الريبس في الانتر كوستال سبيس بس يا جماعه وتدوس كده ماشي لو في بلورسي هتلاقي في بين لما تعمل كده تلاقي في بين ماشي تاني اسكولتيشن اوف رومي هنا بتسمع رومي ماشي في الليفت فلانك في الليفت فلانك ريجن وده البلبيشن استنى بلبيشن ماشي عندك عايز تاني الهارد بلبيشن الهارد بلبيشن الهارد ماشي بلبيشن بتاع الهارد والاسكولتيشن الهارد من هنا ده كده جنرال طب نبتدي في السكن اول حاجه تاني نفس الوش هنا ماشي خلاص ماشي طيب بتشوفي كده اهو طيب كده فوق بقى اهو ايوه شويه كده انما يعمل عليه هذا تعالى الوش تعالى عندك هنا ده اكزامينشن للايه للفرونتال ايه ساينس كده اهو مش هنعمل اسمان بس بفر الارنجز ولا مش فيش فلوس ولا ايه فكرها للمجزره اللي بقى ساينس انا بتكلم لانج ماشي من هنا الفرق ما تعملوش ماشي بس بسرعه منين من نفس المكان من هنا ماشي بعد كده عندك الابسكلير تيس بعمل اوكسيشن للارنج فايت على الرغم اهو شايف العين ده نفس السبب البلبيشن من جبت العين ده الابسكلير تيس ما لا عشان لا عندك في تاني عندك عشان تعمل تفحص الميكس ممبرين لا
الميوكس ميمبرين انا هحاول اجيبه من هنا. بعد كده عندك بتعمل بالبيشن للفرنكس اهو، تحس ايدك بتسلم على بعض، هاتي ايدك بتسلم على بعض طالما هي نورمال ماشي، ايدك بتسلم على بعض، لو في حاجه تاده في اوبستراكشن بتحس بيه ماشي، ممكن هي تحس جزء من الباروتيد، ممكن تحس ايه الباروتيد الاوليكرامر اهو الكودر ما لقيتش ده عندك بقى ايه هنا جيب لارينكس لارينكس ما تسمع لارينكس كده الافضل انك تسمعها كده. طيب البرونشال ساوند عندك حاجتين، اشترك ايه شايف الشولدر يمشي شيفت يمشي نص هنا اهو، او طب خط في نص الكلام تركيه تسمعه كده. جيب الجولاب على جنب وتسمع ايه تركيه ماشي اهو، تحس الاول تركيه بعد كده ايه تجيب الجولاب على جنب وتقيس تسمع عند الفرونت الجبهه الجاجولار جروف والماكسيلاري تحت العين فرونت فوق العين الفحص التحليلي ده ايه؟ بركشن بركشن بس تخبطي كده طبعا مش عارفه امسكها دلوقتي ان شاء الله. اليورينري سيستم الكلي بتعملي كميشن الكلي ليفت ورايت، الرايت هي الجلد ما بتقدريش تعملي تعملي على سوري معلش اسمعي اهو اهو الرايت اهو تمام دايما الجاجلر اهو الجاجلر بص اهو سيب اهو رجع تاني اضغط بص اهو يتنفخ ده اسمه كبير لا لا مش ده كبير الفلتر كبير الفلتر مع الصح ابقى جمع اللي هو بس احنا كنا فتحناه يا ابطال بس ما بعملوش انا عشان اجيب ادمنتو عشان كم